بعد بلوغي تركت الصلاة تهاونا لمدة 20 يوما. يقول: وقد تبت إلى الله، فهل يلزمني أن أقضيها وكيف أقضيها إذا كان كذلك؟ إذا كنت تركتها كسلا فلا بد أن تقضيها، وما إذ كثيرة 20 يوم أو أيام. أما إذا كنت تركتها جحودا للصلاة، الصلاة ما هي بواجبة، فهذا ردة، فعليك أن تدخل في الإسلام من جديد وتتوب من جديد ولا تقضي ما فات. نعم.